صباح الخير حبايبي، نشو اليوم راح اعطيكم اقول فيديو العراقيين شلون يحتفلون بالثانكس جيفن، بما انه كل الامريكان اليوم راح ياكلون الديك الرومي لفسيفس علي شيش. زين احنا قررنا نسافر لواشنطن ونروح ونحتفل بال، هسه احنا كلش الدنيا من وقت الصبح دن نحضر ونصعد ان شاء الله، ندعو لنا نوصل بسلاماني بالقراج نروح لواشنطن. وسوينا الثانكس جيفن مالتنا على الطريقه العراقيه، سوينا الدومه والباميه والبيت اللي راح نروح له انتم بعدين حتشوفون، هو همنا طابخ. بس شنو، خلي اشوفكم شلون نوصل الجداري من ميشيغان الى واشنطن. هذا جدر الدومه لفينا بهذا التيب، هذا جدر البامية همينا لفينا بالبلاستيك الغذائي، والكيكة أيضا لفيناها وحطيناها بالسيارة وأنتوا ويانا. اليوم الحمد لله أعتقد الدنيا مصحية، بس بعدها الشمس مشارقة يا جماعة، احنا هنا للثمانية يلا تصعد الشمس. طبعا دا انتظر الأولاد يصعدون، وأرد أقول لكم ما نجوز من هذا من التمتوعة مالتنا مال الطريق، من شرزات إلى فواكه إلى مش، لأن اليوم احنا وأكل بسيط، لأن هنا اليوم بثانكس جيفن ماكو بعد مطاعم بالطريق، كلها معزلة. شلون احنا بالمناسبات يعزلون، هنا همينا كل امريكا معزلين، لا محل يفتح لا مطعم، كلهم يحتفلون بهذا اليوم بعيد الشكر. يعني هذا عيد وطني احبابي، كل الامريكان المهاجرين يحتفلون به. زين واحنا قررنا ان نحتفل به على الطريقة العراقية. طبعا يا جماعة احنا اتفقنا نطلع بساعة معينة، الفرق صار هاي من نطلع العائلة كاملة. زين فرق ساعة، ويعني شو نسوي، هذه شو اسمه، والنوبة هسه اتذكر يسوي الكاميرا، طبعا هنا الكاميرا يشحنوها وتصور، يعني حتى لا مسافرين تعرف ومتصلة بالسكيورتي ما شنو، هاي هنا الكاميرات. زين كملها في رول الكاميرا وراح يصعدون. شو نقول، راح نتجه على بركة الله. يعني تشيكنا كل السيارة إن شاء الله، والباقي على الله. والدهن بدلناه والفلتر وشاحنة عندنا بالسيارة، وهاي تطمينات لأحد الأشخاص. ها إيه أكو شخص هسه هو سايقنا. تاير سبير عندنا والباقي. شاحنة عندنا تاير تشيك. تسمعون هاي فيرو كل هالأسئلة يسألها. أوقف فيرو ونقول همينا الباقي كل السلامة من الله. نفس المنطقة. أي. أكو أوبشنين بعد، يا أما تسحبها للسيارة، يا أما تأجر سيارة ثانية. أي. هاي تحطها يم المصلح. آه. لا يجيك التأمين. صح. التأمين يجي. يعني تسهيلات. شكراً لهالمعلومات. تدوى العينة ومحضر لنا. انتم شاهدين اللبن يا جماعة، هم مستعجلين هسه احط لهم اياه على ال، هذا اللي واكل قصب عشق ويا رجلي. اي لا، و يعني يروح يتعطل بسامسو بالبانيه. البانيه لكم حادثه مؤسفه. اي لو شايفه عود ضبرها ابو انس وهاي وتاليتها. شو اسمه؟ لا زين بعدها. لا ما بيها شيء. بعدها ايه. سليمه. بس امسح لنا هذا حتى نقلبها. اي لا هو مو من اشتريته. اول ما اشتريته لا ذاك اليوم قلت لي انه هو ابوي. يلا مو العكس، انا دا اقول له تخلوا ساعات. هسه هذا حدث تاريخي، انا قلبها ووقعت. زين اللي توقع على مود المسجل. هاك هاي حطها لي جوا. قهوه دابل لازم بيده. هاي جابي رخيصة، هذا تكفي. زين اكو واحد جايب 10 ساعات جايب صينية يجيبها صغيرة. لا هي هاي كبيرة عود والله، اللي صغار عندي ذيجي. مال صوانيكم مال امريكي. شنو ليش حتنفجر؟
عافيه. ها عاشت ايدك. دقيقه بس بقى. يلا بقى هيك طبطب مو بهاي الطبطب. هاي طلعت كذب ماكو ما لها داعي. لا والله لها داعي علميا ما لها داعي. عاشت ايدي. لقد فاضل ميت. وعاشت ايدك لان قلبتها سعد. ها انس. والله ما ندري انا بعدني مرايد. يلا ابوك. حليب اوليفن هالمره. Let's try. Is it yogurt or is it milk? اهم حاجه بالبيوت هاي الخلاطه. شو انس؟ It is yogurt. اي لبن؟ اي لبن الحمد لله. لبن هالمره مبروك مبروك. دراخه. والله بلا سحمه نورني. التركي والتبسي مال باذنجان عاش تيدها طبعا متوصل من بابا قال له اريد من عندك التبسي مال تبسي؟ اي من اتذكر اي اي انا ما ادري تبسي مال سعد شلون هاي؟ هاي شنو يخبل عاش تيده لا ما اقول هذا اقول ما 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 اتذكر يلا سي بسم الله هاي عدنا عدنا مام سعد شنو؟ هاي كيف؟ كم مطاطة حبيبتي؟ اي مو جبناها يما من ميشيغان. جاب يقول لك احزر، جاب الكيكة على جاب الدولمة على الشلاق، جاب الكيكة على البانيا. يعني هاي واحد وهاي واحد، لا مو هاي خلصوا واكل. وهسه يسوون شاي. متنوع متنوع. الله هاي الكيكة مال ايام زمان هاي تمسكتها؟ اي. تذكرين شلون كنا نتفنن بالشوكلت؟ شلون من نحطه يطلع. شكله أيه. مختلف من جوا. اي هو هاي هم شوكولاته ماله. هاي ما شاء الله صار لنا اثنين. هاي اختها الاحمد مسويتها ام الشوكليت وهاي اني. عاشت الايادي حمودي. وهاي منه عمتك ابوك منو مسويها؟ تلقين احمد مشتريها. كوب استكان من كوب استكان؟ اني كوب. لا كوب. كوب او استكان؟ فور تي. كوب أو استكان؟ كوب أو استكان؟ أوه. مج أو سموكا؟ حبايبي إن شاء الله كان يومكم حلو ويانا ويا ربي دائما يجمع الأحباب لما يعني نقول لما حلوة لما حبايب وما يحرمكم من كل سعادة وأقول لكم نصيحة دائما تواصلوا ويا أحبابكم وسووا قعدات حلوة لأن شنو اليوم اللي يروح بعد ما يتعوض أحبكم مع السلامة. شو نقول؟ لا تنسون اللايك والسبسكرايب.